تروما لي جون، تبارك الله حتى المناعه ديالهم كتزاد وكيبعدوا على الموبقات. وراجل كبير ها هو حتى هو باغي جاي حتى هو يتذكر ايام الشباب، واللي عنده دوك اللعيبات اللي كيركبوا فيهم عاود كيمشي يضرب دويرات، الكل يستفيد. وخلاص اللي مبلي بالقصيبة واخا يحط غير القصيبة ديالو ويرميها ويبقى يتسنى الذي يأتي ولا يأتي، اللي عنده تريتير كواد عاود كيجي هنا يعنطط شوية، وإن كان أنه في الأماكن ديال في الأماكن اللي كيكونوا فيها المصطافين راه ممنوعة. كاين البحر موسخ اليوم، وهذا الخز هذا اللي البعض كيخاف منه هذا من هذا ما هذيكش، هذا كل ما يولد وينتج في البحر. البحر عنده واحد القدره كبيره على التحليل. هذا الخز اللي كنسميو حنا الخز مولي زلب، هادو كتوصل لواحد الوقيته بحال كيكبروا كيموتوا، وداك الشيء موسمي ماشي دائما لا بلاج هكا لا. ملي كيكونوا الرواد بيان سور راه كتم ان البلديه راه كتقوم بالواجب نسبيا، اما هاد الجماليه ديال هاد لا بلاج شوف شحال وانا غادي وباقي راه مشات دايره بو حتى البوندا راه هي غادي نوقف هنا باش فين كاين داك لو بتي باطو اللي راه هو. دونك اذا مشيتو ديتو عينيكم غتلقاو تما واحد الراس بحري، تما كاين المنار ومن موراه كاين واحد البناء كيبان في الفلوريزا كيبان في الافق، هذاك سي لا كوت اسبانيول. اوكي البارح شفت واحد لا فيديو دايرها مغربي شيفور، يعني عرفتو مغربي بالدارجة المغربية بيان سور في انترنت، وكيأكد ان لي زيسبانيول طبعا بالصورة الحية ان يعني اش كتسمو السلطات الإسبانية ديال الجزيرة الخضراء راهم كيقوموا بالاعدادات بوضع دوك الحواجز وداك ديال اوبيراسيون ريتورنو، يعني عمليه مرحبه ديالهم سواديزا، يعني كيوجدوا ديك اللابيرنت، لان ملي كيجيو المغاربه كيجيو بزاف. دونك شنو كيديروا لهم؟ كيديروا بحال واحد المتاهه كيدخل باش يبقى يلوي اليمين على الشمال هذا باش حل اللي كيفرقوهم شويه باش ما يوقعش ازدحام و داخله في لورغانيزاسيون. وي على بس اللي فرانيتي او قلت عاود كاينين اللي كيديروا شويه ديال كيتكراو هاد الكابايوس كيتكراو. اي فوالا بصراحة تشهيت ندخل الماء ولكن ما مستعد شيء، بون نفسيا وبدنيا مستعد ولكن ما جايبش معايا المايو دبا، الا دخلت بالشورت غادي نفزق. ها دونك ولا فزك تخص الوقت باش نلبس، ومن الاحسن خوفا شي مفاجاه عاود شي ترويحه تبقى تعتصي بداو يهربوا الجيران وفين فلان جاتو كورونا
دابا ولا خلط انسان كيعطس كنا كنقولوا له الحمد لله رحمك الله دابا كل شيء كيهرب ويشد النيفو ناري فين وصلنا. شكون اللي كان كيتصور ان المغرب غادي يوصل لهاد البحر المغرب راه الكره الارضيه دابا اللي غادي يوصل لهاد الحاله هادي حتى واحد ما كان كيتصور هاد المساله هادي. ايوي والله الا اغبطوا هادو اللي في الماء لان باقا الدنيا باقا نقيه دابا والساكنه ديال طنجه كتعرفوا راه بلا مبالغه راه يمكن كتملتيبليا بار 3 في الصيف. اللي كنقول الصيف يعني اكزاكتومون في لو موا اوت لو موا ويت لان الاغلبيه المغاربه كياخذوا العطله في هذا الصيف في هذا لو موا هذا في هذا الشهر. وهاد العماره هذه اللي كتشوفوا اون فاس لاحظوا فين ما كنغبر شي غير مده شويه كان جور ولا شي حاجه كنلقى طابق عليني هذاك الطابق راه هو عليني تكمل انا غادي نبقى معها دائما حتى تكبر. واحد كيبني العماره وانا حاضر بون اللي ما كنسيش كيسميوها تبرقيق ومناطق اخرى من المغرب كيسميوها الحضيه بون تبرقيق يمكن نعطيها تفسير بسيط هو كتقول لشي واحد برقق فيا يعني برقق برقق حل عينيك خرج عينيك دونك تبرقيق هي انها كتحل عينيك مزيان كتركز باش دي المعلومه يعني بتفاصيلها او المشهد كتحاول تنقلو بلا ديتاي باش تلقى ما تعاود وهذه كدير اقل الشغل شوي سير بان افراد العائله راه كيضحكوا لان كيعرفوا التومبيرامون ديالي والحمد لله علاقتي جيدة بأفراد عائلة جميع عندي دون استثناء والأصدقاء ديالي نفس الشيء عندي ما يمكنش تكون مزيان مع الناس كاملين هذه مسألة مفروغ منها أنا كنحاول ما أمكن أنني نكون الماكسيموم مزيان مع الناس شي واحد لا بغى يأذيك ولا اش كدير ديك الورقة اللي كاينه في داك التويتر كتقطعها تكمشها وترميها وصافي دونك هذاك السيد ما نيكزيست بلو وهذه في يمكن اللي نقولها يمكن قلتها سابقا جوج ديال الناس في الحياه ديالي اللي كنعقل انني عندي كان عندي معاهم مشكل في الخدمه بيان سور وملي كتطور المسألة وكتولي شخصية ولا كنفضل أن الخدمة نتقاشح أنا وياك كتب بيا نكتب بيك ما أنا شي مشكل ولكن ملي كتولي هذاك السيد يدمر لك العداء والحقد وكيدمر لك الشر كتقولي فوميو هاد السيد هذا لاباج ديالو زولها وانتهنى وكترتاح صراحة كترتاح رغم كتجي محاولات ديال الصلح ولا ما الخير تبارك الله البشر موجود والناس طيبين موجودين الموضوع شويه سونسيبل لان كنظن الانسان يكون شويه غير صريح مع نفسه راه ما يمكنش ترضي الناس كاملين يعني كتحاول دير الخاطر المره الاولى الثانيه بعد كيطلع لك داكشي في الراس كتقول ما عندنا على داك المثل هذا القرع تنشطو له راسو دونك تو ليفيت وصافي لان الحياه في الحقيقه الحياه راه قصيره للغايه
شنو هي شنو هي مثلا 80 عام شنو هي زول واحد العشرين يلاه كتولي شاب عاد كتعاد دونك لي ترونتين عاد كتحط رجلك في الحياة الحقيقية 60 انت تقاعد وما تبقى مور 60 شنو تبقى تحرق في الدم ديالك ما تو ليس طومبي وسير عيش الحياة ديالك دير التوني ديالك السي حسن انت متفق معايا عارفك في هذا الشيء عندي واحد الصديق ديالي مرة كتسمعوني كنقول في الفيديو زدي حسن ونعم الانسان ما بغيتش نقول ونعم الرجل لا انسان واحد طيبوبة واحد السكارة ما يجبدش العيب حتى مع شي واحد دونك كيحاول ما امكن يستعمل ديك اللي كنا حلاوة الانسان ومن بعد كيمشي الى حال سبيله والسلام صح حسن ما بغيتش ندخل في شي تفاصيل ربما باش نخليك في الانونيم احسن مي بون حياتك كما قلت ما تستاهلش في الحقيقه الواحد انه يضحي من اجلها بزاف دير التوني ديالك وانا راه هنا الاشاره يعني اللي بغى لاكومبانيومون ما كاين حتى مشكل في اي نقطه في مدينه طنجه والضواحي ديالها بون ماشي كلها لان كاين باقي انا حتى خرجت للتقاعد عاد في الحقيقه عاد عرفت ان كاينه اون اوتر في اللي كنكونوا خدامين شنو كتنوض في الصباح دونك خصك تنوض بكري وكنت مبلي انني خصني نمشي نشرب القهوه في القهوه وداك الفطور ديالهم كيما كان الفطور بدلت القهوي حتى عييت انا سيل داكشي كلشي ما كاينش بحال الدار هادي ماشي دعوه لمقاطعه المقاهي ما اي كنقول ان الدوام مقهى مره ماشي مشكل ولكن انا كنت الدوام يعني اثر لي داكشي على الجهاز الهضمي انا ما كتعرفش كيعطيوك تما عاود لا دخلنا في هذا الكويزين شكون اللي فيها شحال كيعطيوه وشاط شي حاجه من البارح يدفعها لك ما يصنفو مول الشيخ خصو يربح هذاك خصو ماشي شغلو ما وانا كتخدم كتجي سيركولاسيون كتخرج دينام فلانير كتوصل الدار ابين يلاه كتبدل حوايجك كتجلس الى لقيتي داك الغدا موجود طبعا الى لقيتي الغدا راه كاينه ربات البيت مشكوره وهادي كنرفع القبعه لربات البيوت تخلعني واحد القبايو ها هو وين بون خلعني حسيت الصوت قلت ما نعرف هذاك السيد اللي راك فوقو واش كيعرف يصوم ولا لا لا بلاج نكمل لكم على بون كتغدى انا عندي واحد الطبع شويه باس خصني ندير اون بتيت سياست ديك لا بتيت سياست كيجي الجار ديالك الفوق ولا اللي لتحت ما كيعجبوش يشد لا شنيور الا في ذاك الوقت كتمشي للخدمه وانت منفعل عاود داك الضغط ديال الخدمه الجحيم ولكن الحمد لله بشويه ديال لاباسيونس شويه ديال الصبر وهذا كلشي كيساليه وانا انصح كل من وصل الى سن التقاعد النسبي انه يطلب ويخرج يمشي في حاله خرج ومشي في حالك اقسم لك يمينا انك غادي تكتشف بزاف ديال الحوايج اول حاجه غتلقى بانك انت مفرط في صحتك ثاني حاجه ان عاد غتعرف الاسره الا كان فيك النقير غيبقى خدام
أتكره أولادك فيك ومراتك و... وإلا ما عندكش مشروع وإلا ما عندك شي حاجة في المخ ديالك ويكون عندك غير باغي شي العناية بالصحة راها مشروع في حد ذاته يعني. ألو هنا وصلنا ل... هنا ما نكذبش عليكم واحد الرائحة كريهة عرفتوا علاش لأن أنا غادي نوريكم علاش شو الماكي ملوت هنا ملوت التي حتى يعطيوني وهذاك الحجر اللي كتشوفوه هذاك راه بناء هذه المنطقه ماربيل هذه راه كانت كلها مأهوله هذا الشيء اللي كتشوفوا هي بقايا ديك الديور اللي كانوا طاحوا الوغ الماء الملوت ها منين جاي اسود اللون ديالو داكن دابا غادي نحاول نقطع للجهه الاخرى نتمنى من الوغ ناخذ ليلون في يد الله الا سمعتو تشخر انا فزكت الفوق والو سي با بوسيبل هذه هي اقرب نقطه نو 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 كبيره 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 بزاف غادي نجي جوست فوسط فوس بخرى روبي دونك غادي نضطر نطلع من الفوق وندوز من القنطرة نطول طريق شوية معليش أنا في ماربيل وباقى لكو طويلة باقى لكو طويلة